السلام عليكم طلبة المرحلة الثالثة. بالمحاضرة السابقة، المحاضرة الفيديوية السابقة، تطرقنا إلى حل المعادلة التفاضلية من الرتبة الأولى الفيرست أوردر أوردينال ديفرنشال إيكويشن من النوع السيبارابل اللي هي قابلة للفصل، فعزلنا الحدود اللي بيها إكس على صفحة واللي بيها واي على الصفحة الثانية، وسوينا طريقة تكامل اعتيادي. النوع الثاني المهم جدا اللي ما يحل بطريقة السيبريشن أوف فاريبل، شلون تعرفها؟ انه هاي المعادله تحاول تعزل الحدود اللي بيها اكس على جهه اليسار والحدود اللي بيها واي على جهه اليمين، شوفها ما تنعكس، ما يمكن فصل الاكسات على حده والوايات على حده. لذلك طريقه اختبار بسيطه جدا حتى تعرف هاي المعادله. ومن باب المساعده لحضراتكم، انا اعرف اقدر انه ظروف صعبه على الكل، فاخواناني راح اجيب لك المعادله، اقول لك solve the following exact differential equation، بس بالمقابل اريدك تثبت لي اياها اكزاكت اولا ومن ثم تحلها. انا دا اقول لك هي اكزاكت بس حتى اسهل لك، حتى ما يصير عندك ارباك، حتى تعرف هاي من النوع الاول السيبارابول او الاكزاكت او الى اخره من النوعيات الاخرى. فعلى سبيل المثال منطيني هاي الداله اخوان، شوفوا قوس بمجموعه حدود اكس وواي واكس واي مضروبه في دي اكس، وحدود اخرى مضروبه بها اكس وواي واكس واي مضروبه في دي واي يساوي صفر. هذه راح تحاول هسه، يا ريت لو تحاولون بالبيت يعني تسوون سيبريشن اوف فاريبل، طبعا ما راح تطلع سيبريشن اوف فاريبل. فشلون اعرف هاي المعادله هي اكزاكت؟ ايش اسوي؟ افرض هذا القوس الاول، هذا اللي امام حضراتكم، هذا القوس كله افرضه عباره عن داله اسمها بي مضروبه في دي اكس، وهذا القوس الثاني هو عباره عن داله اسمها كيو مضروبه بالدي واي. فإذا اشتق البي بالنسبة لواي، شوفوا اخوان البي كانت مضروبة بالدي اكس اشتقها بالنسبة لواي بالعكس، والكيو كانت مضروبة بالدي واي اشتقها بالنسبة لاكس. هاي ملاحظة مهمة. فإذا كانت مشتقة البي بالنسبة لواي تساوي لي مشتقة الكيو بالنسبة لاكس، اذا هي اكزاكت. فإذا جاك سؤال solve the following exact differential equation، اول خطوة تسوى عملية الاثبات، تشتق تفرض دالة البي وتفرض دالة الكيو، تشتق البي اللي هي مضروبة بالاكس تشتقها بالنسبة لواي، لا تنسى عكس ما البارامتر بالمعادلة، وتشتق الكيو بالنسبة لاكس عكس الواي اللي هي موجودة بالمعادلة. اذا كان الطرفين هذا الجزء يساوي لهذا الجزء، اذا هي اكزاكت. هذه الخطوة الاولى. الخطوة الثانية يعني هاي تقريبا هنا حليت 30% من السؤال. الخطوة اللي بعدها انه افرض اكو دالة اللي احنا اساسا فرضناها بي، البي هي عباره عن بارشال يو الى بارشال اكس. اخوان البي اصلا هي البي مضروبه في الدي اكس هنا امام حضراتكم، هي بالحقيقه هي عباره عن مشتقه لداله اسمها يو تم اشتقاقها بالنسبه لاكس، والكيو هي عباره عن داله اساسا مشتقينها بالنسبه لواي. فصار عندي دالتين هي عباره عن اشتقاق، الاولى بالنسبه لاكس والثانيه بالنسبه لواي. فايش اسوي حتى احصل على داله اليو؟ أكامل الأولى بالنسبة لX وأكامل الثانية بالنسبة لY. فلاحظوا integrating equation واحد هذه with respect to X، ليش؟ يعني هي البارامتر المتحكم مالتي هو X. تكامل اعتيادي أضيف، يعني بطرق التكامل اللي أخذتوها أضيف الأس واحد وقسم على الأس الجديد أو أي نوع آخر يعني، زائدا phi of Y. هنا ليش ضفت phi of Y؟ لأن أنا إذا أشتق partial with respect to X، وبما أنه الY ما بها Xات فممكن اعتبارها كثابت، فمن اشتقها يطلع لي صفر. هاي لا تنسى اخوان اضافه الفاي اوف واي. زين، المعادله الثانيه هاي العفو اللي هي الكيو، كانه داله يو مشتقه بالنسبه لواي، اسوي لها انتجريشن وذ ريسبكت تو واي ايضا، واحصل على ناتج واضيف لها، يعني بالمناسبه انا راح اخذ هذه الداله واشتقها بالنسبه لواي، اخذ هاي الداله رقم 3 اشتقها بالنسبه لواي، فشوف صارت اكس تربيع عامل الواي كثابت هنا. زين، راح يطلع لي هاي الداله. هسه ايش اسوي؟ اعوض وحده من الدوال باي ايكويتنج كويشن 4 معادله 4 ويا معادله 2 هذه اللي هي اساسا هي بارشال على بارشال واي، هاي الداله هي نفس هاي الداله، وانقل الحدود اصفيها بحيث تبقى لي بس الفاي داش، اسوي لها انتجريشن اعتيادي بسيط جدا، راح احصل على داله الفاي، اعوضها بالداله الاصليه راح احصل على قيمه اليو هي فانكشن اوف اكس اند واي تساوي لي اكس تكعيم كذا الى اخره. يا ريت لو تعيدون حل السؤال اكثر من مره بيديكم حتى تشوفون الاليه. اعيده بسرعه، انه عندي داله لازم اثبتها هي ما ممكن تكون سيبرابل،
افرض انه الجزء الاول هو بارشال بي الى بارشال واي مع مراعات عكس الباراميتر مالتي اكس، اذا هي بالنسبه لواي. والطرف الثاني هو في واي، يعني اخليه الباراميتر مالتي اكس. اشتق الدالتين، اذا كانت متساويه اذا هي اكزاكت، ورا ما كانت اكزاكت البي هي بارشال يو على بارشال اكس اساسا، والكيو هي عباره عن بارشال يو على بارشال واي. هاي المعادله اخوان اخليها تحت اليد، هاي معادله 2. اجي اكامل معادله واحد باي انتجريتنج كويشن واحد، راح احصل على معادله هي يو بيها ضفت لها فاي اوف واي. ليش؟ لان ده كامل بالنسبه للاكس، ومشتقه الفاي اوف واي بالنسبه للاكس تساوي لصفر لان ما بيها اكس. بعدها اجي اخذ هاي الداله اشتقها بالنسبه للواي اشتقاق اعتيادي، مع اعتبار انه قيمه الاكس تكون ثابت، صار عندي في المعادله ثانيه. معادله 4 هذه اللي امام حضراتكم المفروض تساوي لي معادله 2، لان معادله 2 بارشال على بارشال واي، وهذه بارشال على اساوي هاي المعادلتين. بقى عندي بس فاي داش اوف واي، اسوي لها انتجريشن اعتيادي انقل حدود، صار عندي قيمه الفاي تساوي لي، اعوضها بالداله الاساسيه مالتي، اعوضها بالداله الاساسيه مالتي اللي هي هذه، واصفيها يعني انقل حدود على صفحه، طلعت لي قيمه اليو هو كذا. فاخوان شوفوا حل هاي المعادله التفاضليه، هو عبارة عن معادلة اعتيادية اللي هي U يساوي لي something أمام حضراتكم. يا ريت لو تعيدون حل هذا السؤال، وأيضا راح أعتبره واجب تحله لغرض التمرين وتقدم لي تحت تسمية homework 2. شكرا جزيلا.